بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، التواصل مستمر هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا في أرضية هذا الميدان. شوطنا تقريبا بنقول 22 الذي انطلق منذ هذه اللحظات، انطلقت آمال المضمرين الملاك المبدعين في هذه الانطلاقة الجميلة، هذه الانطلاقة المميزة هنا على أرضية هذا الميدان. شوط الإبكار المهجنات إلى المركز الأول، إلى الرزي، إلى أبو أحمد، إلى أبو حميد، إلى أبو علي. نتمنى إن شاء الله التوفيق والنمو. عزايم عبد الله بن علي بن حميد الرزي الشامسي على المركز الاول مسيطرا متابعا لهذا الانطلاق. النقل على المركز الثاني، ندى وسيف بن سالم بن خلفان بن بيلونه نجتبي نقلتنا الى المركز الثالث. سمحه للسيد كايد بن سلطان بن سالم العجيل نجتبي نقلتنا الى المركز الرابع. يا سلام يا امجاد وعابر بن خلفان بن محمد الهاملي وصلت له ليصل محمد بن سلطان بن اشطيط بن قميش الاجتبي حاضرا متابعا مضمرا الابديع هنا مع الهلالية على المركز الخامس. نتمنى لك التوفيق يا ابو تسيم، نتمنى لك الناموس يا ابو تسيم، نتمنى لك ترسل رسالة سلامي وناموسي لأهالي الابديع. النقل على المركز السادس اللي هي روعة وراشد بن عامر بن دعفوس المنصوري نشبة السعيد بن سويدان أو سويدان سعيد بن حضين المجتمي. أيضا من أتت إلى ثامن المراكز ولا سابع المراكز، النقل على الشاهنية ولا شديدة السهيل بن خنيفة بن عبيد بن خنيف الحميري ثامنا، انتقل بدوره إلى المركز التاسع. اللي في المركز التاسع شواهين من الجانب الثاني، أيضا بتعرم اللي في المركز التاسع هناك من الجانب تاسع المراكز. أيها الأخوة شواهين مطار بن عبيد بن محمد وضبيع الاجتبي. وفي المركز العاشر هناك اللي وصلت في هذه اللحظات الشائبة ضاحي بن أحمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي. انتصفنا المسافة، انتصفنا المسافة، انتصفنا المسافة أيها الإخوة. وغيرت الهلالية، غيرت الهلالية الركض، يبغي له سريعة يا محمد تقوم ولا يدك تلحق لي مستواها ما تبيعه تحطيم بعشر فرق لي يركض وياها التريعة يا ابو تسيم ييس من الناموس والسب. خلنا نكمل قصيدة، بنكملها عند الكيلو الأخير إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله التوفيق. اذهب إلى المركز الثاني، سمحه في المركز الثاني، عينه على النقطة الثالثة. أهالي رفادة، أهالي المدام، أهالي المدام ما شاء الله. نتمنى التوفيق. كايد بن سلطان بن عجيل للاجتبي كاد أن ياخذ المركز النقطة الثانية، كاد أن ياخذ النقطة الثالثة عفوا، ولكن عزايم أيضا حاضرة بهذا الانطلاق. عبد الله بن علي بن حميد الرزي الشامسي وروعة بن دعفوس حاضرة، راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري. النقل على المركز الخامس، اللي في المركز الخامس شواهين أيضا حاضرة مع مطر بن محمد وضبيع الاجتبي. وفي المركز السوت الحميري وصلكم هنا منصور بن محمد بن سيل الحميري مع المها أيها الإخوة، ولكن الكيلو الأخير، الكيلو الأخير يا محمد، ما بقى من الكثير إلا القليل، ما بقى من الكثير إلا القليل. الهلالية على المركز الأول، ومحمد بن سلطان بن شطيط بن عبيد بن سيف بن قميش الاجتبي. نتمنى التوفيق. النقل على سمحة في المركز الثاني، كايد بن سلطان بن سالم بن عجيل الاجتبي اللحظات الأخيرة مع شواهين ثالثا. أيضا حاضر شواهين وتعود ملكيته. مستمعين الأعزاء،
الاعزاء لمطار بن عبيد بن محمد بالضبيعه. هكذا كانت النتيجه. اهالي الابديع والارفاد، اهالي الابديع والارفاد، الكل حاضر، الكل حاضر، الكل يتابع. الهلاليه من هلت بهلالها ونجوميتها، النقل على سمحه في المركز الثاني. ايضا كايد بن سلطان بن سالم بن عجيل الاجسبي، اللحظات الاخيره، اللحظات الاخيره. الله يا هل رفاده، الله يا هل رفاده على المركز الاول. المدام، المدام حاملين النقطه الثالثه، حاملين النقطه الثالثه. يوم تنزل في معارك الاحتفال يا بن عجيل ما تفيدك غير لي سابق اصيل. اشهد ان تفيدك سمحه، اشهد ان تفيدك سمحه. سلام سمحه، سلام وسلام رفاده. المركز الثاني محمد بن سلطان بن شطيط، المركز الثالث منصور بن محمد بن سهيل الحميري، المركز الرابع راشد بن عامر بن دعفوس المنصوري على ما اظن، ولا عفوا اللي في المركز الرابع بنتعرف عليها. خامس المراكز للسيد مطار بن عبيد بن محمد بالضبيعه. هكذا كانت نتيجتنا ايها الاخوه للمراكز، ذعناها عليكم باللي هو التمام. واسعد الله صباحكم وسق الله داركم يا هالي رفاده كافه، ويا اهل المدام ويا ال بن عجيل كافه على هذا الناموس الجميل، هذا الناموس المميز. من حققت سمحه ورفيقاتها اللتان سبقا في الاشواط الفائته، تهانينا والناموس. 6 دقائق ثانيه واحده، تهانينا والناموس لكايد بن سلطان بن عجيل الاجسبي على هذا الفوز الجميل والمميز.